نتمنى ان هذه المبادره توسع وتخلق واحد الجو جديد وبلدنا تحتاجه. على كل حال امامها استحقاقات مهمه في المستقبل وامامها موقع جو استراتيجي هام ان تحتله، فلا بد من تصفيه هذه القضايا كلها في الداخل اللي تتشوش على صوره المغرب في الخارج. شكرا لكم جميعا. السؤال في العام هذا هو اصعب سؤال، ما عنديش جواب عليه. ايه بحال هذا خصك تعتقل انت وبعد تخرج تجربها، بحال لحظة جميلة وسعيدة لي والأسرة وكل المتعاطفين معنا. الصحافة بخير؟ لا ليست بخير إطلاقا. إذا كانت هي أكبر الضحية رقم واحد في المغرب اليوم هي الصحافة المهنية والمستقلة، هي أكبر ضحية في هذه الحكاية كلها. ما كناش ندخلوا دابا، حنا قلبنا هذه الصفحه كلها بما لها وما عليها. ها لحظه فرح وعرس ثاني بعد العرس الاول، وتنشكر كل اللي تضامنوا معنا ونتمنى نفتحوا صفحه جديده جميعا.